انا عايزه واحد اندوم. قلت لك انا مش ببيع، روح اشتري من حد تاني. وما ازاي حطهم كده؟ انا واقفه بيه منظر. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ مبروك، الله يبارك فيك. خلصت، خلصت الامتحانات وطلعت غيرت وجيت لك على طول زي ما قلت لي. بس كده خلاص خدنا الاجازه. أوه. يعني ما فيش يا بابا هات مصروف، يعني ما فيش يا بابا انا خارجه مع صاحبتي. فلوس انا خارجه مع صاحبتي. ما فيش الكلام ده بقى. ليه؟ انا بقى يا هايدي جاي النهارده اقول لك على خبر ممكن يزعلك شويه، بس هو ده اللي لازم يحصل. في ايه؟ انت كبرتي وانت عارفه ان بابا على قد حاله، بابا يا دوب شغال باليوميه، فالمفروض ان انت تعملي ايه؟ ايه؟ تشتغلي وتصرفي على نفسك. اشتغل؟ تشتغلي. اه بص انت كبيره ازاي. كبيره ايه يا بابا، انا لسه صغيره، يعني مفيش حد في سني بيشتغل اصلا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده كل البنات اللي في سنك بيشتغلوا عشان هم شطار وجدعان. شطار انت بتقول لي الكلام ده عشان اروح اشتغل يعني؟ لا انا عايز اقول لك كمان بيشتغلوا ويدي لابهاتهم فلوس، وابهاتهم تبقى مبسوطه منهم قوي كمان، وقعدك في البيت من غير شغل. بص يا هايدي، انا شفت لك شغلانه حلوه كده يعني تناسب سنك. انا مش هشتغل، انا مفيش حد من اصحابي بيشتغلوا اصلا. وما تقعديش في بيتي، مش انا بدفع ايجار في البيت وبجيب اكل وشرب، ما تقعديش معايا طالما مش هتشتغل. هو انا مش بنتك؟ ايوه بنتي، انا كنت بعاملك حلو بس عشان انت في المدرسه، لكن النهارده انت خلاص خدت الاجازه، تشتغلي وتصرفي على نفسك. اشتغلي كده ممكن تبيعي مثلا بتاعه العيال اللي انت بتاكليها دي، اسمها ايه؟ تبيعي اندومي، تبيعي رز بتقليه، تبيعي اللي تبيعيه، المهم ان انت تجيبي لي فلوس في البيت. ماشي؟ لا ماشي؟ مش هشتغل انا كده، مش هشتغل اصلا. وانا عن نفسي يا ستي عشان انا اب جدع متبرع ليكي بسعر الدفعه الاولى، هجيب لك شويه حاجات تبيعيهم، وبعد ما تبيعيهم وتخلصيهم طلعي مكسبك وهاتي تاني وبيعي تاني، واشتغلي بقى كده واعتمدي على نفسك عشان تلاقي فلوس تروحي المدرسه السنه الجايه. ولا عايزه تقعدي من المدرسه؟ اصل بابا غلبان وفقير، معهوش يصرف على مدارس ودروس وخروج واكل وشرب. اسمعي كلام بابا. لا خلاص، يبقى ما تقعديش في بيتي. انا بنتك على فكره، يعني المفروض اقعد في البيت عادي. النهارده تيجي تعدي عليا تاخدي الحاجه عشان تشتغلي. خلاص كلام خلصان كده يا بابا؟ تعمل معايا كده كده؟ تخليني اقف ابيع اندومي كده في الشارع، ولو حد رايح وجاي يقعد يتفرج عليا ويضحك عليا؟ لو اصحابي دلوقتي يشوفوني يقولوا عليا ايه اصلا؟ يعني يقولوا بتبيع اندومي، محدش ساعتها هيعرفني تاني. يعني كل الناس بتجيب هديه زي لوجي، يعني مثلا لوجي باباها راح جاب لها موبايل في لما نجحت، انا بابا ايه رايح مش عارفه اقولها اصلا. طبعا مش عارفه تقوليها ليه، لانك بتظلمي بابا. بابا اللي عايزك تشتغلي وتبقي بنت كده قويه وبتقفي تعتمدي على نفسك ظلماه. ما تقولوا لي يا بابا جايب لي اندومي، ليه يا بابا بتشغلني، ليه يا بابا مش جايب لي هديه؟ بقالي 13 سنه بصرف عليكي اكل وشرب وتعليم ودراسه وكل حاجه، جايه لما بقول لك اشتغلي دلوقتي تقولي لي ليه يا بابا كده؟ ايوه عشان ما فيش حد في سني بيشتغل. انت عارفه بابا شغال ايه؟ بابا شغال باليوميه، يعني لو جيت يوم ما اشتغلتش مش هنلاقي ناكل مام. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اقعدك من المدرسه ولا انزلك تشتغل وتعتمدي على نفسك؟ المفروض تشكريني، تقولي لي شكرا يا بابا، شكرا يا رب انك خلقت لي اب محترم زي ده. محترم؟ اقعدي بيعي، انت معاكي الاندومي ده مش عايزك تروحي بكيس، ماشي؟ تبيعيه كله وتحطي فيه اكبر مكسب، وانا بقول لك اهو المكسب بتاعك، ما بقولكيش ان انا هشاركك في المكسب، الكلام ده بعدين. خلاص؟ ما انت هتاخد مني تحط الفلوس في اكل او ايجار شقه او اي حاجه. انت مش بتاكلي معايا يا توتي؟ مش انت بتاكلي معايا يا ماما؟ امال مين بياكل معايا الاكل؟ مين اللي مخلص لي الاكل؟ هو انا لو عايش لوحدي كنت صرفت كل المصاريف دي؟ اقعدي يلا، ما تسيبيش علبه ولا كيس غير لما تبيعيه. خلاص؟ ما تروحيش البيت لو الفجر غير لما دول يتباعوا. اقعدي. وانا هفوت عليكي من وقت للتاني عشان لو عوزتي حاجه. ايه يا قمر؟ في ايه؟ انت مين انت؟ ايه في ايه؟ عايز واحد اندومي. ما ببيعش اندومي. ليه؟ ما ببيعش. مش ده انت عرضان للبيع؟ ما ببيعش حاجه. انا عايز ده. ما ببيعش حاجه، امشي من هنا قبل ما اتفرج عليك الناس. امشي من هنا. الناس الهبله دي. ازيك عامله ايه؟ ايه ده، انت تعرفيني؟ لا بس انت مش بتبيع اندومي؟ لا انا مش ببيع، ما تقوليش ببيع دي. ليه؟ طب انا عايزه واحد اندومي. قلت لك انا مش ببيع، روح اشتري من حد تاني.
امال ازاي حطهم كده؟ انا واقفه بيه منظر. طب يعني ازاي واقفه بيه منظر؟ انا عايزه واحد. طيب قلت لك مش ببيع، روحي شوفي من حد تاني. طيب في ايه؟ اهدي كده بس، يعني هو في حاجه؟ يعني اقدر احل لك حاجه مثلا؟ انت متضايقه ليه؟ مالكيش دعوه، بعد اذنك ما تتدخليش في حياتي، مالكيش دعوه. طيب انا عايزه بس افهم انت مالك. ما فيش حاجه قلت لك، انت في ايه؟ مالك انت اللي مالك؟ انت متنرفزه ليه؟ انا ممكن لو في حاجه اقدر ان انا اساعدك. لا ما فيش حاجه. طيب انت ليه مش راضيه تبيعي الاندومي اللي عندك؟ قلت لك انا مش ببيع ده. طيب اهدي. طيب انت ايه يعني؟ انت ايه اللي انت عملتيه ده دلوقتي؟ يعني انا انت مالك يعني؟ انا اقدر احل لك مشكلتك اللي انت فيها. طيب مشكله ايه؟ قلت لك مفيش مشاكل، مفيش مشاكل هتتحل اصلا. طيب ايه المشكله اللي هي مش راضيه تتحل؟ قولي لي يمكن انا اقدر اساعدك. مش هتقدري تساعديني، بعدين اصلا انت ما تعرفينيش، او يعني ما تعرفينيش، انت اول مره تجيلي اصلا، اول مره تشوفيني. طيب ماشي، تعرفيني منين انت اصلا عشان تحليلي مشاكلي؟ طب عامه انا هقوم الم لك الاندومي، ولو عايزه تتكلمي اتكلمي. قلت لك ما تكلمنيش حاجه، بعد اذنك اتفضلي امشي. طيب. ايه ده؟ ايه اللي وقع الحاجه دي كده؟ حد كلمك ولا ايه؟ لا. امال مين اللي وقع الحاجات دي كده؟ انا اللي وقعتها. انت بترمي الحاجه كده؟ اه برميها كده. يعني انا عايز انضفك بتعملي كده في نفسك؟ عايزك تبقي بني ادمه تعملي كده في نفسك كده؟ ناس مش لاقيه تجيب الحاجات دي، ولا لاقيه تشتغل عشان تصرف على نفسها، وانت مش عاجبك وضعك ومش عاجبك اللي انت فيه، مش عاجبك ابوك اللي بقى مرمين على الارض بقى. اقسم بالله يا عايزه، ما انت داخله البيت غير لما الحاجه دي تتباع، ولو هبتي في الشارع وسط كلاب السكك ويقعدوا فيك وياكلوا لحمك، ما انتش داخله البيت غير لما الحاجه دي تتباع. خلاص ارميهم بقى براحتك. هو ايه اللي بيعمله فيا ده؟ بقى ماما ماما ايه يا بنتي مالك؟ في ايه مخضوضه كده ليه؟ في بنت هناك رحت اشتري منها اندومي، ما رضتش تبيع لي، وراحت راميه الاندومي في الارض وفضلت تقول لي يلا امشي، وكانت في حد مزعلها. طب ايه دي؟ مين دي؟ ولازم نساعدها، هي شكلها غلبان يعني وفضلت بالراحه. طب اهدي اهدي اهدي، كلمه بالراحه. انا شفت باباها وهو بيزعلها عشان هي مش راضيه تبيع الاندومي ده. اه وعلشان انا لما مشيت من عندها ووقفت بعيد عشان اشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، لقيت باباها داخل لها وبفضل يزعلها، واحنا لازم نروح نساعدها. بالراحه يا لوجه، رحلها اهو. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. مين بنتي؟ قالت لي بالراحه بس يا حبيبتي، دي بنتي كانت بتقولي ان انا اجي نشوفك مالك ومش عايزه تبيعي ليه؟ انا مش عايزه ابيع. هي كانت بتقولي ان باباكي اتخانق معاكي، قولي لي مالك في ايه؟ احكي لي يا جدعان. انا مش قلت لكم مش هبيع اندومي؟ مش هبيع اندومي. بالراحه بالراحه، اهدي اهدي اهدي، اقعدي كده واهدي، اقعدي 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 وكلميني. اقعدي يا رجل ما نشوف مالها. مالك يا حبيبتي في ايه؟ قولي. انا بابا مضطر ان انا اشتغل عشان اصرف على نفسي، وجاب لي البضاعه دي عشان ابيع اندومي. طب يا حبيبتي مش باباكي دوت يعني عايز مصلحتك؟ هو مش دي شغلانتكم؟ لا مش شغلانتنا، هو مضطر ان انا ابيع وانا مفيش حد في سني بيبيع اصلا. طب اكيد باباكي محتاج فلوس وعايزك تساعديه، مش عيب، مش عيب لو استعدي باباكي. لا وانا ولا وايه مش عايز يدخلني البيت غير لما ابيع الحاجه دي كلها. طب انت ايه اللي مضايقك يعني؟ ايه اللي مضايقك ان انت تبيعي؟ ايه المشكله؟ هو مش عيب البيع، مش عيب، انت ما بتعمليش حاجه غلط. هو بيغصبني على كده، انا مش عاجبني حتى البيع دي، انا مش بحب كده. طب هو مش باباكي محتاج فلوس اكيد عشان كده عايزك تشتغلي؟ طب قومي يا بنتي، قومي يا امي يا لوجي، قومي. طب قولي لي فين باباكي وانا هتكلم معاه. انا قلت مش هروح في حته يا حبيبه قلبي، احنا عايزين نساعدك، انا جايه عشان اساعدك. البنت جت مخضوضه وبتحكي لي ان انت مش عايزه حد يساعدني. حبيبتي استهدي بالله وقولي لي اساعدك ازاي، وانا اساعدك، اخد منك الاندومي كلها وهديكي فلوسها. انا مش عايزه ابيعه، وعايزاه يروحني. طب يا حبيبتي تعالي وريني باباكي فين وانا هكلمه، مالكيش دعوه. قلت لك سيبيني في حالي بقى. قولي لله يا رب. في مشكله ولا ايه؟ لا حاجه يا استاذه. هو حضرتك مين؟ انت بابا؟ انا بابا. اه وازاي تعمل في بنتك كده؟ انت مالك انت؟ هو ايه اللي انا مالي؟ دي عيله صغيره، دي قد بنتي، ازاي تعمل فيها كده وتبهدلها؟
يا ستي انت ربنا رازقك وربنا كرمك بتصرفي على بنتك، انا مش قادر اصرف عليها. هو ايه اللي مش قادر اصرف عليها؟ اشتغل انت واصرف عليها. طيب لكن تبيع البنت صغيره ازاي وتخليها تبيع كده؟ اتكل على الله، اتكل على الله. هو اللي اتكل على الله. ايه الاندومي؟ ما بعتيش ليها هايدي. هو انا ما بعتش ليه؟ ده لسه بقول لها هشتري منك الكميه كلها عشان اساعدك وانت بتعمل معاها كده. اشتريهم يا استاذه، انت جاي تشتري اشتري يا استاذه. انا معلش انا بسيبك بالدقيقه ولا حاجه، اشتري اللي انت عايزاه. هو ده اللي فارق معاك ان انت تشتري واديك فلوس؟ لكن مش فارق معاك بنتك اللي متضايقه وان اي حد يشوفها كده وهي بتستقر منك؟ على الاقل انا بعلم بنتي ازاي تقف على رجليها وتعتمد على نفسها. تمام، على نفسها، على الرصيف واللي رايح واللي جاي يضايقها. مين ده اللي ضايقها؟ مين اللي ضايقها؟ اي حد هيضايقها. مين اللي ضايقني؟ امال في ايه؟ الست الست دي بتقول ايه؟ انت يا ست انت مجنونه في عقلك ولا ايه؟ انا ايه؟ انت مجنون؟ انت مش شايف بنتك مبهدله ازاي؟ انا يا بنتي هاخد منك الاندومي كلهم وروحي مع باباكي، ما يقعدوا معاكيش كده تاني. انت يا هايدي مش انت راضيه عن اللي انت بتعمليه ده؟ لا مش راضيه. هتصرف على نفسك ازاي؟ هي بنتك نفسها بتقول لك هي مش راضيه. حرام عليك، ارحم امها، دي طفله صغيره، سيبها احسن تتعلم وتروح مدرسه وتشوف صحابها. وادفع لها منين المدرسه؟ اشتغل، اشتغل بدل الشغلانه اتنين. انت عارفه السنه دي اللي خلصت دي انا صارف قد ايه؟ والله الواحد بيشتغل بدل الواحده اتنين طالما انت مش قادر تصرف على بنتك، لكن ما تنزلش عيله صغيره زي دي تصرف وتنزل كده. هي يعني اللي هتمشي لك؟ هي يعني فلوس الاندومي دي اللي هتعيشك؟ ماشي، ما هتبيع دلوقتي شويه بعد كده الموضوع يكبر، بعد كده تبيع اكتر. والله انا لو هساعدها هساعدها دلوقتي واخد منها الحاجات دي. تقعد بدلها انا عندي يعني شغل وانا فاضي. خلاص طب ماشي، انت عندك شغل اشتغل الشغلانه الثانيه اللي انت بتبيعها. والله انا على باب الله، يعني اليوميه بيوم. ما الناس كلها على باب الله، وانا قلت لك يعني ان انا غنيه؟ ما كل الناس على باب الله وبتشتغل وعلى باب الله. طول يوم ما اشتغلتش مش هلاقي اكلها. يا سيدي طب وحد قال لك ما تشتغلش؟ ما تنزل كل يوم اشتغل بدل مره اتنين عشان تصرف على بنتك. خلاص بدل ما انت بتشتغل بتنزلها هي ليه تشتغل؟ لكن سن واحدة زيها صغيرة كده وتنزل تشحططها ورايح واللي جاي عاكس فيها، حرام عليك. مين ده اللي عاكسك؟ هو انت لسه هتسأل مين اللي عاكسها؟ يعني هتقعد تقول لك مين اللي رايح ومين اللي جاي هعاكسها؟ انا دلوقتي هشتري منها الاندومي دي بس عشان انفعكم، لكن بعد كده ما بتنزلش تاني. ست خلاص ولا تشتري ولا تبيعي. يلا هايدا هنروح وبتشتغل السنة يا سيدي هاخدهم منك. يا ست خلاص بلا تشتري بقى، انت سميتينا بدل بالكلام اللي انت بتقوليه. يا غلطان انا واقفة جنبكم. يا ست خلاص شكرا يا استاذ. خلاص المهم براحتك. بس بعد اذنك ما تنزلهاش تاني عشان حرام عليك كده، انت هتظلمها. يلا يا بنتي. انت خلاص بقى بلا ظلمها بلا. يلا هايدي نروح وما تشتغليش، انا هشتغل انا خلاص. الست دي عندها حاجه هتكلمك؟ لا ما فيش حد اتزف تكلمني. خلاص يا هايدي مش هنشتغل يا هايدي، هروح اروح. يا هايدي انا ما عملتش كده عشان وبعدها بكام يوم يقول لي تعالي انزلي شغل. يا هايدي انا مش اب وحش، انا هايدي اتحركت اقول لك ان انا عندي مشاكل في الشغل. اتحركت اقول لك ان انا معيش فلوس، انا خفت تيجي في يوم تقول لي يا بابا عايز فلوس اقول لك معيش. خفت اجي في يوم تنامي جعانه وتقول لي يا بابا انا جعانه عايز اكل ومفيش فلوس. لا ما هو مش معنى كده ان انا انزل واشتغل واصرف على نفسي، هي معاها حق ان انت ممكن تشتغل شغلانه واتنين. خلاص يا هايدي يلا، الحاجات دي انت بتاكليها صح؟ اه. هتاكليها يعني؟ اه. انا محتاج فلوس هرجعها للسوبر ماركت، يلا.